انا ضحيه تاع انا ملفتعي ضحيه تاع مأساة الوطنيه تاع في الجيش. انت ضحيه مأساة انا عندي ملف طب، ملف طبي عندي. واش تقصد ضحيه مأساة الوطنيه؟ انت ضحيه مأساة الوطنيه، كاين قانون. انا بليسي بليسي. نعم الاخ، كاين قانون وكاين كاين قانون وكاين تعويضات وكاين صندوق خاص، صندوق خاص بتعويض ضحايا الخدمة الوطنية أو ضحايا العشرية السوداء. بارك الله فيك. يعني وأنا عندي إثبات تاع طبيب تاع لوبيتال تاع لوبيتال، ونهار تفضلت الوحدة داروا لي قالوا لي في الارشيف ماكش ارشيفي في الوحده. دونك حنا كنا هذاك الوقت الاخت عندك انت الحادثه تاعك وقتاش صارت لك الحادثه هذه؟ واش من سنه؟ صارت لي في 93 استاذ. الاخ من 93 للان شحال عندنا؟ احنا ما 93 صح القوانين ذكرونا درك برك. واش اللي الاخ؟ 2014 واحد. ايه الاخ على بالك القوانين ما عندهاش اثر رجعي، تعرفها هذه؟ احنا ما فهمني درك، انا حبيت نفهم القوانين. القوانين ليس لها اثر رجعي، القانون كيخرج في سنه 2022 23 لا يطبق على وقائع وقعت في سنه 2010. القانون هذا يخرج يطبق على الحالات اللي نهار خرج فيها الى الامام، القانون ما يرجعش الى الخلف. راك معايا؟ اولا راني معاك استاذ. ثانيا انت نسقسيك، انت ب 93 للان اعتقد كاين 30 سنه. 30 سنة. نعم 30 سنة. في نعم. 30 سنة هذه أنت واش درت في 30 سنة هذه؟ أستاذ احنا ذكرونا في القوانين تاع المصالحة الوطنية، استفدنا من 2014 وروحت باش بداو في كورونا. هذا ما احنا مع الأول ضحايا سط وطنية، احنا مازال ما انت واش ما كملناش. انت واش حبيت واش عليه؟ انت واش حبيت تعرف؟ احنا تعرف احنا برنامج، طبعا برنامج توجيهي طبعا بكل موضوعية وبكل منطق، نجاوب على كل أسئلة. أعطيني نعم. مباشرة سؤالك هو يخص أنت تبحث حتما، يعني أنا دائما نقول بأن كل أسئلة القانونية مراها منفعة مادية. أنت راك تحوس على تعويضات. تعويضات برسك عندي مرض راني مريض ولا مرضت ولادي معايا استاذ. باش مرض ولادك؟ باش مرض ولادك؟ مرض بالمرض تاعي اللي راني فيه انا. واش من المرض؟ المرض تاع الاسبيا تاع حساسيه وتاع المرض تاع يتنقل. مرض معدي. مرض كرونيك. مرض معدي. من نهار خرجت وانا نداوي وما كنتش تسمى هذاك الوقت ما يا سيدي ما نعم. مشكلتك انت مرضت مرض الحساسيه؟ لا كنت مريض ما نهار خرجت وانا مريض. وشو هو المرض تاعك هذا؟ روماتيزم اسبيا، هذيك ما لا مرضي اسبيا يقولوا لها الاسبيا. نعم دوك نجاوبك، يعني ما اعتقد بان الامر يتعلق بضحايا المسائل الوطنيه. هذا مرض روماتيزم ولا الاسبيا ولا سميه واش حبيت، مرض ربما يصيب كل الناس أو عرضة لأي كان يقدر يمرض. مانيش عارف هل هو مرض معدي أم لا، أنا ما نعرفش الأمور هذه. الشيء اللي نعرفه في القانون أنه كان أمراض نتيجة تعتبر كحوادث مهنية، نتيجة إصابة بها تكون عندها علاقة بالعمل مباشرة، ماشي اللي ممكن يكون مرض وراثي أو نتيجة إهمال تاعك تمرض مرض من بعد تحب تنسبه إلى المهنة اللي تشتغل فيها باش تبحث عن تعويضات. أنا قلت يعني في كل سؤال مراه منفعة مادية، كل سؤال مهما كان هذا السؤال مراه منفعة مادية، وفي كل مناسبة نقول باللي أصبحت المادة هي التي تحرك الناس، الوقود تاع نفوس الناس أصبح المادة ما هو شيء آخر. طبعا كل إنسان يدفع على مصالحه حقيقة، ولكن أصبحت بنسبة 100% كل سؤال وراءه منفعة مادية. إذن من 93 إلى اليوم إذا كان مرض مهني كاين صندوق خاص بالتأمين الاجتماعية تاع العسكريين يتكفل بكل هذه الحالات،
طبعا اذا كان ملف طبي موجود، اذا كان حادث مهني وقع لك في 93 30 سنه، واش درت؟ هل اتصلت به؟ هل قدمت ملف طبي؟ هل خضعت لفحص مضاد؟ هل درت كل هذه الاجراءات ام لا؟ المأساة الوطنية ماشي اللي يحب يدخل روحه فيها، قال انا من ضحايا المأساة الوطنية. لا، ضحايا المأساة الوطنية محددين على سبيل الحصر شكون هما وتعويضاتهم بين شكون هما. ولكن هذا مرض مهني، اذا مرض مهني ولا اذا مرض عادي، اذا مرض مهني عنده اجراءاته، واذا مرض حساسية ومرض الروماتيزم، ذوك الانسان اللي يتاجر في صحته خاصة عند بعض الاشخاص وين يحبوا يديوا منافع مادية ويعتبروا كل شيء يوقع لهم حادث مهني، سواء كان خدام عند الخواص أو خدام عند مصالح الدولة، سواء مصالح الدولة المدنية أو العسكرية، لأن في الجزائر المؤسسة هي مؤسسة مدنية أو عسكرية تخضع للقانون ولأنظمة التأمين الموجودة على كل مؤسسة. إذا كان الأمر يتعلق بمرض مهني كاين الصندوق الخاص، لأنه ما عندناش تفاصيل أخرى حول الإجراءات اللي درتها، أرفضوا لك، قبلوا لك، داروا لك إجراء آخر، آخر إجراء درته معه مش من سنة يعود، هذه كلها تفاصيل، ولكن هذا ماهوش موضوع متعلق بضحايا المأساة الوطنية، هذا موضوع متعلق ب إذا صح حادث عمل أو مرض مهني، ليس أكثر وليس أقل.